أنا جعانة قوي. طب الناس تسلم الأول وبعد كده تقول إنها جعانة. صح، معاكي حق، تعالي هاتي حضن. عندي شغل كتير جداً جداً عشان الأوبن داي، وكمان هطلع لايف كمان ساعتين، فمفيش وقت أضيعه. حاضر يا نورة. شكلك متضايق. حصل موقف مش لطيف النهاردة. اللي حصل؟ زي ما انتي عارفة إني قلقانة على نور، فكنت بفتش في أوضته أنا وباباكي، وللأسف نور دخل علينا. طب انتوا ازاي تفتشوا في أوضته من غير ما يعرف؟ مش انتي اللي معلماني الخصوصية؟ ولا نسيتي عملتي إيه ساعة موضوع يارا؟ هو كل واحد فيكم يقولي موضوع يارا موضوع يارا؟ وبعدين ثانية واحدة، إيه اللي ممكن تكونوا مخبيينه في أوضكم وأنا ممنوع أشوفه؟ أنا مقصودش، بس كان المفروض تتكلمي معاه. أهو اللي حصل. وصلتي بقى الحاجة في الآخر؟ للأسف لأ، شكله مستلف المعدات من صحابه فعلاً. طب هو فين دلوقتي؟ قاعد مع جدتك من ساعتها. أنا هبقى أتكلم معاه وهفهمه وجهة نظرك، بس يا رب يقتنع. بكرة يا بنتي تكبروا وتفهموا. لا ماما، مفيش وقت للدراما دي خالص، أنا رايحة أكمل تحضير حاجتي. ها؟ يعني مفيش أي طريقة يا دكتور أقدر أعرف بيها إذا كان يوسف هيحتاج العملية قبل سنة ولا لأ؟ الحقيقة أنا مستغرب إنك مستعجلة. إياس سمع الكمبيوتر ده يا أستاذة رضوى، هيعرفنا حالة تحسن ابنك في كل جلسة، ولو استنينا سنة مش مشكلة، كل ده في سبيل إن يوسف يبقى أحسن، ومش بس ما يحتاجش عملية، ده حتى السماعة ممكن ما نحتاجهاش. أنا بس مش حابة أتعشم، وفي الآخر بعد ما ضيع سنة كاملة يوسف يكون محتاج عملية. الوقت لسه معانا ويوسف لسه صغير. تفائلي يا أستاذة رضوى، وأحب أبشرك في أطفال كتير محتاجوش ولا سماعات ولا عمليات خلال الثلاث سنين اللي فاتت، وحالتهم كانت زي حالة يوسف بالظبط، وتحسنهم ده عمرنا ما كنا هنعرفه من غير الجهاز. إن شاء الله يا دكتور، أنا متفائلة. شكراً جداً وأسفة أني بتعبك. يا يوسف بتعمل إيه؟ وريني كده. إزيك يا ميس؟ أنا في حاجة بس بسيطة عايزة أزودها في الرسمة، هروح المدرسة أعملها دلوقتي. ماشي يا فنان، ربنا يوفقك. قوليلي بقى، مش ناوية تغيري رأيك وتبقي معايا؟ معاكي تيتا نورا يا يارا؟ ليه ما نبقاش كلنا جروب واحد؟ لا ده كان زمان، دلوقتي مش هينفع، بالذات بعد ما نورا بقت فاكرة انها بلوجر والناس بتسمعها اكتر مني. طلعيها من دماغك احسن يا يارا، واقفلي بقى عشان نورا نصاي وهتطلع لايف. ماشي يا جميلة، انا قلت اكلمك عشان ما ترجعيش تزعلي بعد كده، لكن براحتك. سلام. انا حاسة بالذنب. احنا مغلطناش، بس ما وصلناش لحاجة، وفوق كده نور أكيد هيخاف يحكي لنا حاجة تاني. يخاف مش مهم، المهم ما يكذبش. لا لا لا، طول عمرنا متعودين نتصاحب عليهم. أنا عايزك تقرب منه أكتر يا خالد، كده الولد هيبعد. أنا مش عايز دلعنا ليه يخليه يستغلنا. اتكلم معاه بالراحة وافهم منه وفاهمه قد إيه إحنا بنحبه، جايز ساعتها يصرحك بكل حاجة. معاكي حق، هعمل كده ويا رب ما يخيبش ظننا. نورة كمان هتتكلم معاه، بس ما تخلص موضوع الأوبن داي ده. طب وهي مش محتاجة فلوس؟ لا خالص، نورة كانت محوشة من بداية السنة وبتصرف منهم دلوقتي. انتي متأكدة؟ عشان ما تكونش خايفة تتقل علينا في المصاريف. هي بتحب تحوش وتجيب هي وصحابها خامات من أماكن معينة بسعر قليل، ولو احتاجت حاجة أكيد هتقولي أستلف منك يا ماما ورجعهم لك قدام. حكاية لايف النهاردة من هاشتاج داوي يا نورة مش زي كل مرة، عشان اللي بعتها لي شاب مش بنت، أحمد من المنيا، بيقول إن أحلى لحظة في حياته أما مامته كانت تصحى الصبح تعمله الفطار اللي بيحبه، الفول المدمس، ويأكله على الطبلية هو واخته وبابا. والد أحمد كان عنده كشك صغير هو مصدر رزقهم الوحيد، بس في ليلة من الليالي والد أحمد جاتله أزمة قلبية وتنقل على طول على المستشفى، وبعدها بأيام للأسف برضو مامته تعبت ورقدت في البيت. الأحوال اتبدلت، البيت اللي كان كله حركة وحيوية ما بقاش فيه صوت، محدش كان عارف يعمل إيه،
يصرفوا ازاي وياكلوا منين. لحد ما خديجة أخت أحمد بطلة قصتنا الحقيقية قررت إنها تنزل وتقف في الكشك. كانت تروح المدرسة الصبح وبعد الظهر تقف وتبيع وتتعامل مع كل الناس بكل شجاعة. خديجة كانت بتقف في الكشك بالليل بحكم سنها، وأحمد ياخد باله من والدته ووالده في البيت، والصبح ما يجي خديجة هي اللي بتعمل لأحمد الفول المدمس اللي بيحبه، وبعدين يطلعوا على مدارسهم. والحمد لله خديجة كانت السبب في إن أحمد يجيب مجموع عالي وقتها ويدخل ثانوي عام. حقيقي مفيش أجمل من إن يبقى ليك سند متمثل في أختك وأخوك، يدعمك في الظروف الصعبة ويشاركك أحلامك وتسندوا بعض. شكراً يا خديجة على شجاعتك وحبك. أنا خلصت حكايتي، أشوفكم في لايف جديد في يوم تاني. تصبحوا على خير!